السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بالنيابة عن الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب، أحب أن أنا أرحب بكم جميعا في واحد من أنشطة الجمعية المهمة اللي هي بدأت حديثا. أنا بقول أن هو وليد حديث للجمعية، بينظمه وبيرقصه الأستاذ الدكتور سيد فرج، هو كارديو جو. إن شاء الله السنة دي كارديو جو 2020 هيبقى من 19 ل 20 مارس. والحقيقة رغم تعدد أنشطة الجمعية من كارديو ريسك السنوي اللي بيتعمل في الغردقة، او البي سي سي اللي بيتعمل في القاهرة في ابريل، او الكارديو ريسك ويفز اللي بنعملها في محافظات مصر المختلفة، انما بيتميز كارديو جو الحقيقة، وان شاء الله يتميز اكتر في ان هو عرض حالات ومناقشة حالات، كيس ديسكشن، زي ما دكتور سيد فرج حاطط سلوجن بتاعه كيسز اونلي. اتمنى ان شاء الله انها تبقى مفيدة للجميع، وانا طبعا هترك للاستاذ الدكتور سيد فرج ان هو يوصف لكم الفعاليات هتتم ازاي والاوبجكتيف ايه من ورا الكيسز اونلي كارديو جو 2020 والديلي نيوزليتر بتاعته والمؤتمر السنوي هيتعمل ازاي. وفي نفس الوقت بتمنى انكم ان شاء الله تقضوا وقت ممتع ووقت مفيد مع كارديو جو 2020. شكرا.